منقسم إلى قسمين، قسم حديث فيه عن الشعر، والقسم الثاني الحديث فيه عن النثر. لأن احنا عرفنا ما تعريف الأدب، كلمة الأدب في اللغة تعني الأخلاق، أما كلمة الأدب في دراستنا تعني الشعر والنثر. ليه؟ وسائل التعبير في اللغة العربية. انت لو عايز تعبر عن موضوع ما، اي حاجة، اي معنى جواك عايز تعبر عنه، ممكن تعبر عنه في الشعر بقصيدة شعرية، وممكن تعبر عنه بالنثر بسورة سطور ليست لها وزن وقفي. طب ايه اغراض الشعر كما نذكر؟ المدح، الرساء، الهجاء، الغزل، الوصف، دي اسمها اغراض الشعر العربي. وهناك ما يعرف بفنون النثر العربي. ايه فنون النثر؟ الوصية، الخطبة، الحكمة، الأمثال في العصر الحديث، القصة القصيرة، الرواية، المسرحية، المسرحية النثرية يعني. فهناك فنون متعددة للنثر وأغراض متعددة للشعر. عايزين بقى ندرس أو نربط دراستنا بالعصر الجاهلي. انتبهوا، يعني أنا دلوقتي هنتكلم عن الشعر في العصر الجاهلي. هنختار من الشعر ده المعلقات، كنا اتكلمنا عنها صح؟ المعلقات قلنا إن هي قصائد طويلة تتسم بحسن الصياغة وجودة الأسلوب. ليه سميت بالمعلقات؟ هيا سوري، أدي واحد، كانت تعلق على أستار الكعبة. اتنين، كانت تعلق في الأذهان. ثلاثة، كانت تعلق على عمود الخيمة، مش كده؟ وقيل كانوا يعلقونها على ايه؟ على صدوره. ومن اصحاب المعلقات؟ كم معلقه؟ هم كم معلقه؟ مين اللي فاكر؟ سبعه وقيل عشر. مين السبعه؟ قول يا فرحه كده اللي فاكرهم من السبعه. ايوه، برافو، اربعه. لبيد بن ربيعه، طرفه بن العبد، ها، عمرو بن كلثوم، برافو عليك. دول السبعة المشهورين. ويقيل أنه أضيف لهم ثلاثة هم النابغة والأعشى وعبيد ابن الأبرس، فيقال سبعة ويقال عشرة، ولكن الأشهر أنهم سبعة. امرؤ القيس، تعالوا نتعرف سريعا على امرؤ القيس. لقب بإيه؟ بالملك الضليل، لقب مهم. هتلاقي كل واحد يقول لك مثلا زهير لقب بشاعر الحوليات، امرؤ القيس لقب بالملك الضليل، طرف ابن العبد لقب بابن العشرين، فكل واحد له لقب كده، فاهمين؟ فلقب امرؤ القيس بايه؟ بشاعر او بالملك الضليل. تميز شعره بجوده الاستعاره وتنوع التشبيه. لا، نسيت اقول، ولقب ايضا بامير شعراء العصر الجاهلي. يبقى ليه كم لقب؟ لقبين، الملك الضليل وامير شعراء العصر الجاهلي. الضال، والله ليك حق يا بنتي جدعه سالتي، يعني ايه الضليل دي يا استاذ؟ الضال يعني. ليه بقى؟ لانه كان شديد الفسوق، كان اخلاقه سيئه جدا، هو كان ابن ملك ضال يعني، عربيد يعني. الضليل قلنا صيغه مبالغه زي الصديق، بس عكس الصديق طبعا خالص. فالضليل هو العربيد الفاسق، كان ابوه ملك القبيله، ونشأ هو شاب فاسق يشرب الخمرة وليس عنده أي أخلاق، فطرده أبوه وعاش حياة الصعلوك. ثم قتل أبوه، كان من عادات العرب إذا قتل الأب فحمل الابن الثأر، فلا بد أن يثأر لأبي، فكان حمل ثأر أبيه وراح استعان بجيش ومات وجاي في الطريق. ليه قصة طويلة يعني. امرؤ القيس ده كان أمير شعراء العصر الجاهلي، رغم هذا الفسق وهذا الأخلاق الفاسدة، إلا أنه كان شعره طبعا يعني أجود ما قيل في العصر الجاهلي. تميز شعره بجودة الاستعارة وتنوع التشبيه، ويغلب عليه، اسمع الكلمة دي، التشبيب والوصف. التشبيب اللي هو الغزل يا جماعة، في حاجة اسمها التشبيب والنسيب، الاثنين بمعنى الغزل. وأجاد القول في استيقاف الصحب. يعني استيقاف الصحب؟ كثيرا ما كان يتحدث مع أصحاب متخيلين، وبكاء الديار كعادة كل الشعراء، وتشبيه النساء بالذباء والمها، ووصف الخيل، وترقيق النسيب. قلنا النسيب يعني الغزل. معلقته على فكرة بقى أبشرك خيرا، كل المعلقات شبه بعض، موضوعاتها تقريبا كلهم شبه بعض، الوقوف على الديار والبكاء على الأطلال ومش عارف ايه، ممكن كل معلقة لها حاجة تميزها، فاهم؟ لكن في الآخر هما شبه بعض.
تدور البقاع الأطلال، وصف المحبوبة، وصف المها والفرس، وصف الليل والصيد، ومطلعها مهم تحفظه. مطالع المعلقات تحفظ لأنه بيترخموا في امتحانات المدرسة وبيجيبوها لك. قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. كل دي أسماء أماكن كانت قديمة. طرف ابن العبد، نيجي للتاني بقى. طرف ابن العبد نشأ يتيما وكانت له نباهة مبكرة. نشأ يتيما يعني عكس امرئ القيس. امرئ القيس نشأ ملكا ابن ملك، ولكن طرف نشأ يتيما فقيرا مقهورا، ولكن كان عنده نباهة مبكرة. فقال من الشعر ما لم يستطع الكبار قوله، ولقب بابن العشرين أو بالغلام القتيل، لأنه كان هجا. يقال أنه كتب أو قال قصيدة هجاء في عمرو بن هند هذا الرجل الظالم، فسلط عليه من قتله غيلة، يعني غيلة بدون مقتلة، يعني بدون مبارزة، يعني قتله بالخنجر كده فقتل. لذلك لقبوه قلنا بإيه؟ بابن العشرين أو الغلام الإيه؟ القتيل، لأنه مات وعنده 26 سنة. ورغم ورغم قلة سن يعني، إلا أنه قال شعرا جميلا. وقال عنه العرب أشعر الشعراء ابن الإيه؟ ابن العشرين. معلقته أيضا تدور حول البكاء الأطلال والترحال والمعاهد والذكريات، وصف المحبوبة والفخر بنفسه والحكمة والشكوى ورساء نفسه. رساء نفسه يمكن هو دي تميزه شوية عن امرئ القيس. امرئ القيس لم يرسي نفسه، إنما هو رسى نفسه. تتميز معلقته بغزارة المعاني، دقة الوصف، رصانة، يعني رصانة دي يا شباب قوة. لخولة أطلال ببرقة ثمهدي، تلوح كباقي الوشم في ظهر اليد. إيه؟ ده نوع من التجديد يعني. يعني المفروض أن الرسالة يكون للميت، لكن هو كان يعني بيرسي نفسه قبل ما يموت، يعني بيبكي على نفسه، يعني تخيل نفسه مات وبيبكي، يعني راح يعمل قصيدة الرسالة في نفسه بقى النهاردة بقى. توكلوا على الله بقى. المعلقة الثالثة بتاعت زهير، وإحنا عارفينه الحمد لله، زهير بن أبي سلمة صاحب النص المشهور بتاع من تجارب الحياة. وعارفين القصة بتاعت المعلقة بتاعت إن كان في حرب دروس قوية بين قبيلتين اللي هي باسم داحس وغبراء، حرب داحس وغبراء اللي كانت ما بين قبيلتي عبس وذبيان. ونجح السيدان الحارس ابن عوف وهرم ابن سنان في الإصلاح بينهما ودفع ديات القتلى، فكتب زهير هذه القصيدة يمدح السيدين. وكانت في القصيدة أبيات في الحكمة كثيرة. فزهير بن أبي سلمى شاعر الحوليات، لأنه كان يقول القصيدة في حول كامل، سنة أربعة أشهر يؤلفها وأربعة ينقحها وأربعة يعرضها على خصته ثم يطلق. ونشأ زهير في بيت كل أهله تقريبا شعراء، أبوه شاعر وأمه شاعرة وزوج أمه شاعر وخاله شاعر وابنه شاعران وأخته شاعرات، يعني البيت كله كان ما شاء الله شاعر شعراء يعني. فزهير الشعراء الأقوياء. ومطلع معلقته أمن أم أوفى، أم أوفى دي زوجته، أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بجومانة بحومانة الدراجي في المتثلم، علشان ده مطلع القصيدة. كل دي أسماء أماكن عشان تكونوا فاهمين، أنا مش فاضي بس أشرح لكم البيت. كل دي أسماء أماكن، المتثلم والدراج وكل دي أسماء أماكن. نحفظ الأبيات التانية ولا شكلا؟ إن ده بتاع المعلقة دي، هو بيرخم ساعات ويقول لك اذكر مطلع، بيرخم ساعات حسب المدرس. لا نص السنة ما يقولكش كده، لكن في الشهر ما بيترخم ويقول لك اكتب البيت. لبيد عارفين طبعا. نيجي لبيد بقى، سيبنا من زهير بقى احنا عارفينه خلاص. نيجي لبيد بقى. لبيد ده شاعر عكس حسان بن ثابت شوية. ليه بقى؟ دخل الإسلام وهجر الشعر. وقيل لما سئل مع الرغم انه كان ايه لبيد ده، كان ايه انت مش تخيل، يعني شاعر من اكبر شعراء العرب. والنابغه لما كان لبيد صغير اصلا قال له اني ارى ان لك عينا شاعر، ان لك عيني شاعر، يعني انت عينيك دي عينين ايه. والنابغه ده كان شاعر بقى يضرب بيه المثل يعني. فالنابغه توقع ان يكون لبيد شاعرا، وقد كان فعلا لبيد ايه شاعر. ولكن رغم خبرة لبيد ورغم طول عمره، فقد يقال أنه عاش 145 سنة،
ولكنه في نهاية عمره أو لما دخل الإسلام يعني اكتفى بالقرآن، ولما سئل قال ماذا أقول بعد القرآن؟ يعني إيه الشعر الجميل اللي ممكن أقوله بعد ما قريت الإيه وحفظت الإيه القرآن وحسن إسلام؟ طبعا هنا كان هو كان أصلا أخلاقه في الجاهلية حسنة، فكان حسن المعاشرة، حسن المفارقة، يعني حتى لما يتخصم مع حد ما يأذوش، يعني يكفي شره خلاص، يعني حافظ الجار، يحفظ الجار، كان من أهل النجدة الذين ينجدون الناس، كان يتسم بالصبر والجلد، وكان يحاسب نفسه ويقول ما عاتب الحر الكريم كإيه كنفسه. ودي المعلقة نفس الحكاية، الفخر وجزاة الألفاظ وفخامة المعاني إلى آخر. مطلع القصيدة عفت الديار ومحلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها كل هذه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى يكفي فخر اللبيد بقى، أن الرسول مدح أحد أقوال لبيد. لبيد الرسول مدح قول من أقوال لبيد، يا بخت. كان لبيد بيقول إيه؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطله، فقال صلى الله عليه وسلم هذا أصدق ما قاله الشعراء، أصدق ما قال الشعراء الجملة، ألا كل شيء ما خلى الله إيه باطل، يعني كل شيء غير ربنا فاني، فمعنى فما يا لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عمرو بن كلثوم بقى، الراجل ده بقى كان يضرب به المثل ويقال أفتك من عمرو، ده عنترة كده، وكان سيدا في قبيلته، ده عكس عنترة، عنترة كان عبدا، أما عمرو فكان سيدا وعنده 15 سنة، كان سيد قومه، ويضرب به المثل في الفتك والشجاعة. وله قصة مشهورة نسمعها بقى هتلخص علينا حفظ كتير. حرب البسوس كانت بين تغلب وهي قبيلة عمرو، وبكر وهي قبيلة أحد شعراء المعلقات الحارس بن حلزة. يعني احنا لما نحفظ دلوقتي عمرو بن كلثوم بنحفظ مع مين؟ الاثنين مع بعض حفظوا. عمرو بن كلثوم كان شاعرا، كان فارسا، واميرا لقبيله تغلب، وكانت الحرب المشهوره بينه وبين قبيله بكر وتسمى حرب الايه البسوس، وحاولوا الاصلاح. فاكر لما كانت دحس وغبراء نفس الحكايه ما تخلطش بقى، دحس وغبراء كانت ما بينه ومين مين ومين عبس وذبيان، انما البسوس كانت بينه مين ومين تغلب وبكر ما تخلطش. مين اللي حكم بقى؟ اللي كان بيحكم عمرو بن هند احد ملوك العرب، فذهب اليه عمرو بن كلثوم ومعه وفد من القبيله، وذهب ايضا الحارس بن حلزه ومعه ايضا وفد من القبيله بكر. وقام عمرو بن كلثوم، اسمع بقى، يقول شعرا يفخر فيه بقومه ويهجو به القبيلة الأخرى، ويتحدث عن الحرب والقتال ويبكي الديار والأخير، ووصف الخمر، هو الوحيد اللي وصف الخمر. فقام الحارس بن حلزة وقال شعرا، وكان رجلا حكيما، الحارس كان رجلا كبيرا في السن حكيما، يقول شعرا يرد فيه على شعر من؟ على شعر عمرو بن كلثوم، ويهجو قبيلته. ونجح الحارس في استمالة عمرو بن هند إليه، فحكم عمرو لبكر، وصارت قضية بين عمرو بن كلثوم وعمرو بن هند، قتل فيها عمرو بن كلثوم عمرو بن هند. تحس كده أنها يعني غابة، فصحيح قتلوا في الآخر. ولما مات عمرو بن كلثوم، اسمع بقى، صار أهل قبيلة تغلب ليس لهم ليل نهار إلا ترديد قصيدة عمرو بن كلثوم، لأن كانت قصيدة حلوة قوي وفيها فخر قوي قوي، فكفوا عن العمل. على زمان احنا نقعد نقول المصريين حضارة 7000 سنة، ده احنا اللي عاملين الأهرام، انت عملتش حاجة أصلا، انت عمال تقول احنا اللي عاملين، عملتش حاجة أصلا. عارف اللي بيقعد يفخر بالأجداد وعملتش حاجة خالص؟ قبيلة تغلب بقى بالغوا في ترديد قصيدة عمرو بن كلثوم لدرجة أقعدتهم عن العمل. كان من ضمن كلمات المعلقة دي عشان تعرفها برضو، أبا هند بيكلم مين؟ عمرو بن هند. أبا هند فلا تعجل علينا، وانظرنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. يعني إيه؟ يعني اصبر علينا يا عم عمرو بن هند، انت ما تتجرأش علينا، ده احنا بنطلع بالرايات بيضة ترجع حمرة من دم الأعداء.
بس وبقول ايه كمان؟ وايام لنا غر طوال. لنا ايام معروفه عند العرب. عصينا الملك، الملك يعني الملوك يعني، عصينا الملك فيها ان ندينا. عشان النون لها رنه كده، والبحر بتاع البيت قصير وسهل حفظه، فكانت بقى القبيله عماله ليل ونهار تغني الاغنيه دي وما عملوش حاجه. وتدور حول وصف الخمر الى اخره. مكانتها بقى انشد عمرو في سوق عكاظ فاجلها العرب وصار قبيلته ترددها. وابن قتيبه احد النقاد، خلي بالك يجي لك السؤال كده، ماذا قال ابن قتيبه؟ ابن قتيبه ده احد النقاد القدامى يعني المهمين يعني، ماذا قال عن قصيده عمرو ابن كلثوم؟ قال هي من جيد شعر العرب. كون ابن قتيبه يشهد لهذه القصيده انها من جيد شعر العرب، فعلا هي من جيد شعر العرب. فمطلعها: الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا. كلمه الخمر دي بعمرو ابن كلثوم. عرفه. نيجي لعنتره. عنتره معروف برضه، كلنا عارفينه. كانت مأساته أنه عبد نشأ في قبيلة عبس أسود اللون، وكان شديد القوة شديد الجرأة، يجلب لقومه كل الخير ولكنهم يصرون أن يعاملوه كعبد رغم أنه ابن شداد، ولكن كان ابن زبيبة، فلذلك العبد الأمة، فلذلك كانوا يسترقون أبناءهم من الإيه؟ من الجواري. وكان عنترة يحب عبلة ويتمنى أن يتزوجها، ولكن طبعا لم يستطع بسبب أنه عبد إلى أن حصل على حريته فيما بعد إلى آخر. ففي واحد بقى قال للعنترة: يا أسود يا ابن السوداء يا قصير الشعر. كان بيهجوه يعني، بقوله ده أنت أسود وأمك سوداء وقصير إيه كمان؟ نيجي بقى القصير الشعر، يعني لا تقول من الشعر إلا أبيات، أبيات صغيرة يعني. فلما سمع عنترة ذلك قال معلقة من 75 بيتا ومن أجمل ما قيل في الشعر العربي. كلمات جميلة جدا، معلقة جميلة جدا، حتى ساعات بتسمى بالمذهبة. المعلقة ده بالذات بتسمى لجودتها عند العرب بتاعت عنترة مش الداد بالإيه؟ بالمذهبة، ذهبية يعني. فطبعا مثل كل المعلقات عن البكاء على الديار والمحبوبة، وصف المعارك والغزل والنسيب إلى آخر. الحارس ابن حلزم اللي احنا قلناه كنت بحكيه عند عمرو بن كلثوم، بس برضه هو بص عشان ترتب أفكار. كان له دور في الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب. تبدو فيها المعلقة حكمة وأناة، لأنه كان شيخا حكيما. اسمع بقولك إيه: ارتجلها الحارس أمام عمرو بن هند. دي برضو من ضمن الموهبة. عارفين يعني ارتجل؟ يعني لما يقف كده فجأة يطلع يدافع عن قومه بمئة بيت شعر ولا 120 بيت شعر هو واقف كده، وتبقى إيه كمان؟ معلقة، ما تبقاش الشعر عادي كمان. اللهم صل على محمد. فالحارس إذا استطاع الحارس أن يستميل قلب من؟ عمرو ابن إيه؟ ابن هند. واستطاع أن يكسب الجولة. ده بالنسبة للمعلقات وبالنسبة للجزء الأول من الأدب وهو الشعر. قلت لكم بتكلم عن جزئين. الحصة الجاية ناخد بيها مين بقى شباب؟ النثر.